حياكم الله مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم في برنامج المؤشر، ونحن نتابع معكم هذه التداولات على ثاني جلسات هذا الاسبوع، وهذا التداول الايجابي على مؤشرات السوق، واليوم لامسنا مستوى 7500 نقطة، عدنا إلى هذه المنطقة بعد أن تراجعنا عنها بالشركات القيادية والضغوطات البيعية التي مرت عليها، لكن اليوم مؤشراتنا جميعها في المنطقة الخضراء، ارتفاع 16 نقطة في هذه اللحظات لمؤشر السوق العام، ونتابع إن شاء الله مزيد من التفاصيل الإيجابية حول جلسة اليوم من خلال الزميل عايد من استديوهاتنا في بورصة الكويت. حياك الله أبو عبد الله. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. اللون الاخضر واضح مشاهدينا الكرام للعيان، لون اخضر جيد في بدايه هذه الجلسه، ولكن السوق الاول اليوم وضعيته افضل بنتيجه قوه شرائيه واضحه على السوق الاول، فيما هناك بعض الضغوط البيعيه على كثير من شركات السوق الرئيسي رغم الارتفاع، لكن هناك البيع اكثر من الشراء. لاحظنا مشاهدينا الكرام اليوم دخول شركات جديده في موجات الصعود بعد ان يعني كانت هذه الشركات خامله، دخول قوي ودخول ايجابي لاكثر من شركه، لاحظنا ارتفاعات كميه تداول جدا ممتازة، صعود أو ارتفاع السيولة بصورة ملحوظة اليوم، كان اليوم بيتك للجلسة الثانية على التوالي هو الأفضل وهو الأبرز في حركة التداولات، دش مع بنك الأهلي المتحد البحريني مع بنك وربة، يعني أكثر ألافكو كذلك أكثر من شركة في السوق الأول نشطة للغاية فيما السوق الرئيسي اليوم، في تباين في أداء شركاته، شركات اليوم اللي صعدت في الفترة الماضية قاعد تتراجع بصورة ملحوظة، فيما هناك شركات أخرى استلمت زمام المبادرة بالصعود الإيجابي، ولاحظنا الارتفاعات جدا ممتازة على هذه الشركة. خلينا نشوف معاكم مشاهدينا الكرام المؤشرات، ومن ثم نبدا الحديث قبل اقفال المزاد عن الشركات اللي ارتفعت ارتفاعات جدا جيده للسوق الرئيسي اليوم، او السوق الاول اسف، السوق الاول لاحظ الوطني حاليا على تراجع ووضعيته لحد الان ممكن يستقر، الخليج على تراجع رغم انه كان في نشاط واضح، الدولي مستقر، برقال مستقر، بيتك ثمن فلوس. بيتك ثمن فلوس مشاهدينا الكرام، ونلاحظ بعد بيتك عندي انا البوبيان رغم اعلان النتائج الماليه الجيده ونمو الارباح ممتاز 37%، ولكن في المنطقه الحمراء بالدورات قليله جدا. استثمارات الوطنيه وضعيتها جيده، ممكن تقفل على استقرار 200 فلس تراجع فلس، المشاريع فلسين الاسبوع القادم، المشاريع مشاهدينا الكرام 26 شهر راح يكون هو تاريخ الحيازه لزياده راس المال، الامتياز على تراجع فلس رغم ان الامتياز اليوم وصل 140 ولكن لم يستطيع الصمود لان نتيجه الضغوط البيعيه الحاصله على كثير من السوق، نلاحظ عقارات الكويت تراجع ارتفاع فلسين في هذه الجلسه رغم ان حاليا تعرض 159,000 بال 500,000 المباني ثلاث فلوس ارتفاعا، بعد ان كانت متراجعه اثناء الجلسه، الصناعات الوطنيه بوضعيه جيده ارتفاع فلس وراح يستمر هذا الارتفاع مشاهدينا الكرام، وكذلك نلاحظ الكيبلات على تراجع خمس فلوس الكيبلات، ونلاحظ كذلك بوبيام كمات 17 فلس، بوبيام كمات القرين يستقر في هذه الجلسه، اجلتي 4 فلوس زين على استقرار، هم نسوف 10 فلوس، الافكو ب 4 فلوس من ضمن الشركات النشطه، الاهلي المتحد البحريني فلسين، بنك 4 فلوس، متكامله فلسين، ميزان على تراجع، شمال الزور مستقره، وشركه البورصه 33 فلس. بانتظار النتائج الماليه، الكل ينتظر النتائج الماليه مشاهدينا الكرام للسوق ككل، يعني الكل ينتظر النتائج الماليه، وماذا سوف تسفر عنا النتائج الماليه لكثير من الشركات، خاصه يعني المتوقع بان تكون النتائج الماليه ايجابيه، نتائج ماليه مميزه لكثير من شركات السوق، خاصه الشركات لديها محافظ وصناديق استثماريه. لو نذهب قليلا للسوق الرئيسي مشاهدينا الكرام نجد ان الاهلي الكويتي ما زال مستمرا في الصعود الايجابي. الاهلي الكويتي ما زال مستمرا في الصعود الايجابي، وكذلك المتحد يدخل على الخط اليوم في بالكويتيه على تراجع، خصوصيه بتراجع خمس فلوس، خصوصيه جني ارباح وكبير جدا في الفتره الاخيره، مساكن مستقله دلقان ست فلوس، العيد خمس فلوس تراجعا، ثريا بارتفاع عمار بفلس ونص تراجعا عمار، الساحل بتراجع فلسين، البيت بتراجع فلس، والله في ضغوط بيعيه واضحه في نهايه الجلسه في اقفال المزاد على كثير من شركات السوق الرئيسي. في ضغوط بيعيه واضحه مشاهدينا الكرام، ارزان مستقله، المركز المالي كذلك كان في المنطقه الحمراء لكن على استقرار وراح يتم على استقرار لان العرض اكثر من الطلب افضل من العرض، كميفك بارتفاع فلس، الخليجي يتراجع في هذه الجلسه، فيما نلاحظ مشاهدينا الكرام عيان بفلس واحد حتى هذه اللحظه، اصول اليوم من ضمن الشركات الخامله اللي تحركت بصوره ملحوظه اليوم، اصول من ضمن الشركات الخاملة التي تحركت بصورة إيجابية مشاهدينا الكرام في الفترة الأخيرة، يعني صكوك اليوم وضعيتها جدا ممتازة ولاحظنا فيها ارتفاعات جدا جيدة لصكوك في هذه الجلسة بتداولات يعني 3,850,000 الجلسة الثالثة على التوالي فيها تداولات. بعد صكوك مشاهدينا الكرام نشوف ايش راح يصير في بعض الشركات، ونلاحظ وطنية الدولية القابضة ثلاث فلوس، كامكو فلسين تراجعا، يونيكاب كذلك من ضمن الشركات النشطه في هذه الجلسه 3.1 فلوس، مدار فلسين صعودا، الصفات 7 فلوس،
الصفات سبع فلوس مشاهدينا الكرام في مجلس السلام على ارتفاع، ونلاحظ اكتتاب بتراجع 14 الفلس، نلاحظ بعض الشركات الاخرى ووضعية هذه الجلسة. نور كذلك بتراجع 6 فلوس، التمديل الاستثمارية 6 فلوس ارتفاعا، السورية فلس ونص، آسيا تراجع 13 الفلس، وفي دخول على آسيا 51 ونص في هذه اللحظات. نلاحظ المغاربية يدفع فلس و14 فلس، كويت للتأمين 5 فلوس، الخليج التأمين على تراجع، وربا للتأمين بفلس صعودا، وحاليا دخول قوي جدا على وربا، لكن في عرض، والعرض والطلب، الطلب بالحد الأعلى ب 85 ألف، والعرض بال 64 85 ألف على وربا للتأمين. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا الكرام، لأن دشينا المزاد في هذه اللحظات، وننتظر ماذا سوف تسفر عنا هذه الجلسة. نلاحظ مشاهدينا الكرام الأمور الإيجابية للسوق، حيث المؤشرات بالمنطقة الخضراء والسيولة 59 مليون 685، ونشوف ايش راح يصير مع هذه الجلسة، الجلسة الإيجابية لكثير من الشركات، فيما بعض الضغوط على بعض شركات السوق الرئيسي اليوم، لكن في شركات اليوم تألقت بصورة ملحوظة. اليوم ألاحظ اليوم عندي المعدات نشاطها واضح في السوق الرئيسي، وأكثر من شركة في السوق الرئيسي، فيما الضغوط البيعية طالت كثير من الشركات، واللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام من عمر هذه الجلسة. ونلاحظ نور اليوم تتراجع، لكن راح تعدل، يمكن في نهاية، لا ما راح تعدل نور، ما راح يكون فيها 6 فلوس تراجعا. نشوف كذلك مشاهدينا بعض الشركات الاخرى، وفيها نشاط واضح، بعض الشركات فيها نشاط، ولكن الضغوط البيعيه اكثر. عندي وثاق اليوم على تراجع، ودشينا مشاهدينا الكرام اللحظات الاخيره من عمر هذه الجلسه، حيث اعتقد ثواني معدوده مشاهدينا الكرام تفصلنا عن اقفالات المزاد، اللحظات الاخيره، وفي طلبات لبعض الشركات، في طلبات على بعض الشركات، حيث يعني الملاحظ حاليا الصالحية اليوم بنشاط واضح، الصالحية العقارية، تمديل العقارية 11 فلس، المصالح العقارية 13 فلس، عربية عقارية، ها هو الإقفال، مشاهدينا الكرام 62 مليون و114، حوالي مليونين وشوي بإقفال المزاد، 2,300,000 تقريبا بإقفال المزاد مشاهدينا الكرام. ونشوف شنو صار في هذه الجلسة، في نهايتها. لاحظ مشاهدينا الكرام 11 نقطة و13 نقطة السوق الأول، ولاحظ كذلك يعني سوق العام 8 نقاط و0.25 نقطة، سوق الرئيسي 8 نقاط و0.25 نقطة، سوق العام 10 نقاط و13 نقطة، 62 مليون و205، صار في بيع بإقفال المزاد، على أكثر من شركة، خلينا نشوف معاكم مشاهدينا الكرام. بالنسبة للسوق الرئيسي تلاحظ الأهلي والمتحد في المنطقة الخضراء بالنسبة للبنوك، لكن خلينا نشوف البنوك اللي في السوق الأول. عندي الوطني يستقر، عندي الخليج على تراجع فلس، الدولي وبرقان على تراجع، بيتك 5 فلوس بعدين كان صاعد يعني 820 كالبيتك، بس الضغط البيعي صار نهاية الجلسة، بوبيان تراجع 3 فلوس بعدين كان متراجع فلس، المشاريع تراجع فلسين، الامتياز تراجع فلسين، عقارات الكويت ارتفع فلسين في نهاية هذه الجلسة، المباني 3 فلوس، الصناعات الوطنية بفلس، كيبلات على تراجع 7 فلوس، بوبيان 17 فلس، القرية 3 فلوس، وهيومن سوفت 17 فلس، وارتفاع الافكو والاهلي المتحد البحريني وبنك وربة والمتكاملة والبورصة كذلك 33 فلس. لاحظ الشراء ما بعد المزاد مشاهدينا الكرام، لاحظ جي اف اتش 70.1 تراجع، جي اف اتش تراجع فلس اليوم، جي اف اتش لاحظ كذلك انجازات في هذه اللحظات تعرض 86 بعدين كانت مطلوبه، انجازات البيت كذلك مشاهدي هيومن سوفت مشاهدينا الكرام، اليوم هيومن سوفت تراجع 17 فلس، هذا الشراء ما بعد المزاد بالنسبه للشركات القياديه والسوق الاول. بنك بوبيان الآن تقفز قفزات سعرية جيدة 17.1 وصلت 17.4 أعتقد أثناء الجلسة، يعني كان فيها نشاط جدا ممتاز لآن في هذه الجلسة، لكن لاحظنا التراجع الواضح لآن. لاحظ المتكاملة مشاهدينا الكرام، مدينة الأعمال، بوبيان، بتكماويات في المنطقة الحمراء في هذه الجلسة، ونلاحظ يعني تراجع بوبيان بتكماويات 17 فلس اليوم، استهلاكية 178 في هذه اللحظات، نشوف الشراء والسيولة قاعدة تزيد في اللحظات الأخيرة. نشوف معاكم مشاهدينا الكرام شركات السوق الرئيسي، عند الكويتية على تراجع، الخصوصية بيدفع 5 فلوس، المساكن نصف فلس تراجعا، دلقان 5-6 فلوس تراجعا، العيد 5 فلوس تراجعا، ثريا بارتفاع، عمار بفلسين ونص تراجعا، وكذلك نلاحظ مشاهدينا الكرام عمار مثل ما قلنا تراجعا، الساحل بتراجع فلس، البيت بتراجع فلسين، ضغوط بيعية واضحة، المركز المالي يستقر بعد ان كان متراجع، وصل اعتقد انه 166 او 165 تراجع، لكن 88 اسف او 86، ومن ثم عاد للمنطقه الاستقرار. كميفك بارتفاع في هذه الجلسه الاولى كذلك اليوم بعد سلسله من التراجعات، اليوم الاولى بوضعيه ممتازه، داولها 14 مليون و155، الخليجي يتراجع في هذه الجلسه 5 فلوس، مستوى 300 مطلوبه في هذه اللحظات، ونلاحظ اعيان بفلس ارتفاعا،
وبيان كذلك بعشر الفلس اصول بفلسين فاصلة 2 كيفك بارتفاع كامكو على تراجع وطنية الدولية القابضة كذلك بتراجع. ونلاحظ مشاهدينا الكرام بعض الشركات الاخرى بالسوق الرئيسي بتراجعها واضح مدار عند ارتفاع فلسين. اعيان شراء في حاليا اعيان دخول على 168 لم يتبقى 252 في هذه اللحظات. نلاحظ يونيكاب كذلك فلسين فاصلة 2 يونيكاب اليوم تاولها 1,950,000 يونيكاب مدار فلسين الصفات 7 فلوس بعد دخول بيت التمويل كمالك في شركة الصفات. مشاهدينا الكرام فيما السلام على تراجع اكتتاب بتراجع السلام بارتفاع عاصف اكتتاب بتراجع نور 6 فلوس تراجع المطلوبة طبعا نور في هذه اللحظات. نشوف بعد نور عندي تبديل استثمارية 6 فلوس السورية المتراجعة المرتفعة آسيا عشري الفلس تراجع المغاربية بارتفاع فلس و4 أشهر الفلس كويت التأمين بارتفاع خليج التأمين على تراجع وربة للتأمين مستقرة يعرض تعرض وربة للتأمين يعني العرض والطلب تقريبا متساويين بقوة طبعا ما خلاص انتهى 152-172 معروض 450,000 والطلب 171-520,000 نلاحظ العيد كذلك في شراء في إقفال المزاد أولى تأمين تكافلي على تراجع وثاق بتراجع الصالحية العقارية 3 فلوس ارتفاع التمديل العقارية ارتفاع 11 فلس أجيال بفلسين تراجع المصالح العقارية 3 أعشار الفلس ارتفاع العربية عقارية تتراجع طبعا التراجع جني الأرباح مستحق بعد صعود قوي جدا الفترة الأخيرة يعني أعتقد جني الأرباح مطلوب في الفترة الأخيرة حتى تعدى المؤشرات ومن ثم تبدا عمليه الصعود. انجازات كذلك مشاهدي الكرام بيدفع 4.1 انجازات معروضه حاليا 86 تداولها 48 مليون ملفته للنظر تداولات انجازات مشاهدينا الكرام في هذه الجلسه. نلاحظ كذلك طلع عيان في شراء لحد الان اعتقد عيان طلبت اعتقد تطلب عيان في نهايه الجلسه بعد اعيان عندي انا مشاهدينا الكرام او بعد الانجازات عندي المستثمرون مستقره في هذه الجلسه التجاريه العقاريه باستقرار سلام على تراجع عيان العقاريه بتراجع ونلاحظ العقاريه ومزايا بلون اخضر في هذه الجلسه لون اخضر يعني بسيط جدا عقار تراجع اليوم فلس عقار اليوم فيها تداولات كذلك جيده 5,016,000 ونلاحظ تجارة على تراجع التعمير بارتفاع وإركان 7 فلوس أركان هذا الشهر مع الأنماء العقارية تنتهي السنة المالية لهم مع نهاية هذا الشهر شهر أكتوبر. دبي الأولى بارتفاع مشات بارتفاع منازل كذلك ترتد بعد سلسلة من التراجعات مدينة الأعمال على تراجع نلاحظ مراكز بارتفاع فلس رمال كذلك السفن 13 فلس بورتلاند بفلس المعادن بفلس تراجع للسكب كذلك بفلس والهلال 7 فلوس تراجعا والمعدات 5.2 فلوس المعدات كذلك مطلوبة بإقفالها مطلوبة المعدات بطلب قوي جدا استهلاكية بتراجع الصلبوخ بتراجع عربة كابيتال بتراجع سينرجي بارتفاع مشاهدين الكرام والتعليمية كذلك 3 فلوس وتنظيف فلس تراجعا ومركز سلطة عربي قابضة 6 فلوس تراجعا أريد بفلس والرابطة بارتفاع ونلاحظ المعامل وآن والتخصيص جميعهم في المنطقة الخضراء وبترو جلف الامتيازات في شركات في المنطقة الخضراء آبار بتراجع فلسين هي فنادق بعشر الفلس ارتفاع المشتركة فلسين النخيل 13.9 فلس يعني قفزات سعرية للشركات الخاملة بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة أسس فلسين صعودا مشاعر ب 19 فلس صعودا كذلك حياتكم تستقر مبرد على التراجع التقدم التكنولوجي وأياكو الطبية على تراجع بعد أياكو أعتقد كانت من أكثر الشركات ارتفاعا في جلسة أمس الجزيرة 30 فلس ارتفاعا السور على تراجع في وشركيد كذلك بتراجع جياد بستة أعشار الفلس ارتفاعا لجياد المواشي بارتفاع فلس عندي أنا الفجيرة وسمنت الأبيض منطقة الخضراء الغابضة المصرية 3 فلوس ارتفاعا جي اف اتش بفلس انفست 3 فلوس ارتفاعا اس تي سي والمنار على تراجع ولاند العقارية وكذلك جي تي سي اللي هي مولود الجديد في السوق مشاهدينا الكرام على تراجع يعني جلسة مشاهدينا الكرام مثل ما قلنا فيها ضغوط بيعية حدثت على السوق الرئيسي في هذه الجلسة الشركة اللي جني الأرباح لبعض الشركات ومن ثم العودة للصعود إن شاء الله في السوق الرئيسي اليوم أفضل حالا جلسة الأمس وجلسة اليوم وضعية السوق الرئيسي جيدة فيها دخول واضح بقيادة بيت التمويل اللي كان بيتك جعلة من النشاط في الجلستين الماضيتين بعد سلسلة من التراجعات الحادة لبيتك نأمل جلسة الغد جلسة منتصف الأسبوع أن يتغير الوضع للأفضل ونشوف القوة الشرائية أكثر إن شاء الله وكل الشكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام شكرا لك عايد يعطيك العافية مشاهدينا الكرام إذن هكذا كانت ثاني جلسات هذا الأسبوع على هذا النحو الإيجابي في ارتفاعات مؤشرات السوق والمنطقة الخضراء اللي أيضا أوصلتنا في السوق الأول إلى 7500 نقطة وعادت مرة أخرى عن هذه المستويات في
تقليص الأرباح في اللحظات الأخيرة من عمر هذه الجلسة. 10 نقاط خضراء عند 6923 نقطة لمؤشر السوق العام، وأيضا 7492 نقطة للسوق الأول بارتفاع 11 نقطة بعد أن كنا مرتفعين 20 نقطة قبل إغلاق هذه الجلسة. أيضا السوق الرئيسي عند 8 نقاط ارتفاعا عند 5826 نقطة، 488 مليون سهم هي التداولات على هذا اليوم بسيولة بلغت 62 مليون دينار، وعدد الصفقات 15000. إذن جلسة إيجابية، تماسك في المنطقة الخضراء للشركات القيادية ومكونات السوق الرئيسي منعكس بالإيجاب أيضا بطبيعة الحال على مؤشر السوق العام وكان بارتفاع، فغدت مؤشرات السوق جميعها في المنطقة الخضراء. مشاهدي الكرام، دعونا نقرأ شيئا من تفاصيل ما جرى في هذه الجلسة ونسلط الضوء على أبرز ما كان فيها من خلال ضيفنا من استديوهاتنا في بورصة الكويت من هناك، الصحفي الاقتصادي الأستاذ ناصر الخالدي. حياك الله استاذ ناصر، يا اهلا ومرحبا فيك. مساء الخير اخ رائد، اهلا وسهلا فيك وفي جميع الاخوات والاخوه. حياك الله. اذا الشركات القياديه استاذ ناصر مثل ما تابعناها اليوم كان لها ايضا تداول ايجابي، لا سيما قطاع المصارف عدا بنك الخليج اللي يعني اغلق على تراجع طفيف. تعليقك على نشاط الشركات القياديه لا سيما المصارف منها وكذلك ايضا مؤشر السوق الرئيسي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف رائد، يعني جلسة اليوم برغم مثل ما تفضلت حضرتك في مقدمتك بأنها جلسة إيجابية وجلسة يعني مؤشرات ممتازة كسيولة وكأداء، إلا أن هذا السوق طبيعة السوق الكويتي لاحظنا اليوم رائد أن هناك تباين واضح وضغوط واضحة على بعض الأسهم مقابل تحرك مؤسسي حسب المعلومات على الأسهم القيادية مثل بيتك، مثل الوطني، مثل أيضا الجزيرة وأسهم أخرى. كان هناك تحرك من قبل محافظ لنقل ثقيلة شوي على هذه الأسهم مما أدى إلى أيضا ارتفاع القيمة المتداولة. لكن مقابل ذلك لاحظنا رائد أن معظم الأسهم النشطة يعني الرخيصة ما دون 50 فلس وما دون 100 فلس وأيضا المتوسطة، هناك يعني لاحظنا اليوم أن هناك ضغط متعمد كبير عليها، وهذه يعني من 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 طبائع السوق الكويتي دائما ما يكون هناك ضغط ما قبل ضغط استباقي ما قبل اعلان النتائج، وايضا عندما تتحرك يعني يتوجه السوق الى اسهم قياديه. بشكل عام السوق لا يزال يعني هناك في زخم، هناك في نشاط، هناك في تحرك، بعض الاسهم تمكنت من التاسيس باسعار جيده قد تكون تراجعت في جلسة اليوم، إلا أن حسب المعلومات أن لا زال المضاربين المستثمرين يعني متحركين بشكل جيد بالسوق خلال فترة الأسبوع الماضي وأيضا خلال اليومين الماضيين وجلسة اليوم في هذا الأسبوع. ممتاز، أعلى الكميات اليوم وأكثر من جلسة أيضا كان على هذه المستويات آن ومجموعتها نشطة في تداولات هذه المرحلة، لماذا تعلق على نشاطها المستمر على أكثر من جلسة في هذه الخانة في الكميات أو حتى في القيمة المتداولة أحيانا؟ تتكلم عن الصفات رائد؟ أتكلم عن آن وسأتكلم عن الصفات أيضا بعد شوي. آن يعني لأن أنا لا أريد أن أعلق على يعني عندي طبيعة رائد اسمح لي فيها، بعض الأسهم التي لديها خسائر كبيرة لديها لنقل يعني أمور مالية يجب أن تعالجها قد تنشط، يعني قد تنشط مضاربيا، قد تنشط يتحرك عليها مضارب ومستثمر معين، لكن يجب أن ننبه دائما المتداول والمشاهد بأن هذه الأسهم بالرغم من هذا النشاط إلا أن يجب عليها الانتباه وقراءة بياناتها المالية. أما بالنسبة للصفات أنا أعتقد أعلن بيتك اليوم يعني زيادة كميته في هذه الشركة، وأعتقد أن بيتك وبعض الأسهم حسب المعلومات بعض المحافظ أنا بعض المحافظ يعني زادت كميتها في الشركة، قد تكون الشركة لديها أمور مستقبلية، لكن كونها شركة جديدة يعني من الصعب التكهن في نموها في أدائها في مشاريعها المستقبلية، لكن أنا أعتقد أن الدخول المؤسسي على هذا السهم قد يعطيه نوع من الزخم والقوة خلال الفترة المقبلة، وهذا قد يؤثر أيضا إيجابا على الأسهم الأخرى مثل الأولى والاستثمارات المالكة في هذا السهم. ممتاز، بالنسبة لقطاع المصارف يعني بيتك
في تماسك لأكثر من جلسة، وأيضا الوطني كذلك. تعليقك على قطاع المصارف قبل البيانات المالية، كيف ممكن أن تقود السوق في المرحلة المقبلة لا سيما في الأسبوع المقبل؟ رائد بوبيان أعلن بالأمس عن نتائج مالية متميزة، وأعتقد هذا الإعلان يعني يعطينا تنبؤ وتكهن وتوقع بأن النتائج المالية للوطني قد تكون ممتازة. وإحنا أشرنا لحضرتك في برامج سابقة بأن معظم النتائج المالية للقطاع المصرفي ممتازة جدا، طبعا قياسا في الأوضاع الحالية، قياسا بالعام الماضي. هذا طبعا رائد سينعكس إيجابا على أسهم مرتبطة أخرى مثل الكويتية للاستثمار، استثمارات الوطنية، كامكو، المركز المالي، وأيضا أعيان، وأيضا الامتياز التي تملك أيضا بعض الملكيات في الأسهم القيادية، علاوة على مثلا الصناعات الوطنية وأسهم أخرى مرتبطة لديها يعني ملكيات جيدة في الأسهم القيادية. أيضا لاحظنا اليوم رائد يعني أن هناك ضغط كبير على أجلتي للأسبوع الثالث على التوالي، بالرغم من المعلومات يعني بشأن النتائج المالية جيدة، لكن أيضا هناك نوع من لنقل من البيع المؤسسي من قبل محفظة حسب ما سمعنا، لكن يبقى أو تبقى هذه المجموعة من المجاميع التي ممكن أن تنشط مجددا وتتحرك. بشكل عام أنا أعتقد رائد أن سوق الكويت سيبقى وإن كان متباين ما بين جلسة وأخرى، وهذا الطبع يعني المضاربين بالسوق الكويتي، إلا أن طالما لا يوجد حدث مهم وجسيم لا سمح الله بالأسواق المالية، بالأحداث السياسية محليا أو بالمنطقة، أنا أعتقد أن السوق سيبقى نشط وسيبقى هناك زخم وتفاعل من قبل المستثمرين والمتداولين بإذن الله. شكرا جزيلا لك الصحفي الاقتصادي الأستاذ ناصر الخالدي على هذه الإيضاحات من استديوهاتنا في بورصة الكويت، والشكر موصول لكم مشاهدي ومتابعين برنامج المؤشر. نلقاكم إن شاء الله دائما وأنتم على خير في تداولات الغد. يتجدد اللقاء، إلى اللقاء.